لكن قبل ذلك سنتابع ردود الفعل التي جاءت أيضا من الجماهير الحاضرة بكثافة في مباراة الأهلي وهجر في جدة. نتابع. لعيبه زي ما انت شايف، برازيلي ماي خارج، محمد مسعد. والله اتمنى محمد مسعد يروح مع الراهب والجاسم، مره ماي خارج الفريق. مقلن لحد ما 50%، لكن وجود موراليس هو اللي ضيعنا. احنا نبغى صانع العاب زي كاماتشو، ما يبغى ينسجم يطلع برا، يجيبون واحد زي كاماتشو قبل مباراه الاتحاد. ثاني مباراه له لسه يعني. ما ينسجم، لاعب ما يعرف يثبت كوره ما يعرف يثبتها. ما بيصنع العاب ما راح يصنع، يجيبون لاعب ثاني ما له حل، هو اللي ضيعنا اليوم. انا حمله هو اللي ضيعنا اليوم. والله ناقصنا صانع لعب بصراحه، كل شيء عندنا تمام، الجمهور حضر، اللعيبه كاملين، بس انا صانع لعب ما في صراحه. فرق معانا كوماتشو، فرق معانا صانع اللعب الجديد اللي جابوه صراحه. لا مباراه مباراتين ثلاث مباريات ما سوى شيء صراحه. لا اتبان اكيد على الاهلي، اضاف نقطه تيسير الجاسم. يعني لو نعيد المباراه شريط كامل، تيسير الجاسم مختفي مباراه كامله، لبس الكابتنيه، تيسير الجاسم لاعب ثاني، لاعب اخر. هذه رساله تيسير الجاسم. تيسير ايش المشكله؟ مشكله في الكابتنيه؟ هذه النقطه. النقطه الثانيه، انا ماني احسن من المدرب فنيا او شيء، بس انا ارى ويمكن كثيرين من الشباب، دخول الجيزاوي في بدايه المباراه كان فيه سبب اشتباك وارتباك للعيبه. الجيزاوي ورقه رابحه، يعني الدقيقه 70 انا انزل الجيزاوي. انا كنت متاكد انه لو الجيزاوي كان احتفظ فيه في بدايه المباراه كان ممكن يتغير الكلام. اول شيء اشكر الجمهور هذا كله الحاضر، يعني ما قصرنا الحمد لله، حضرنا وازرنا، لكن الفريق ما قدم المستوى المطلوب، ما شفنا يعني تقدمات اللعيبه، مستوى سيء. مباراه الشباب ما ادري كيف، يعني الصراحه من مباراه الشباب لين الحين ما عدلوا المدرب ولا اي حاجه في الفريق. ثاني شيء اللاعب الاجنبي هذا موليريس جابوا ولا كانه محترف، ولا اللي شفناه عنه ولا قال سمعنا، ما في له اي فائده. ثاني مباراه حتى لو ثاني مباراه حتى يعني ما شفنا منه فائده، المفروض يلعبوا شوط ثاني اخر خمس دقائق عشان يتعود على الفريق. اما يجي يلعبني في مباراه ابغى دوري، انا ابغى دوري، ما ابغى زي العام نلعب خلاص. يقولون من ذحين ما نبغى دوري عشان لا نتعب ونحضر، وهذا واخر شيء ما اخذنا ولا حاجه. ايش تبغى؟ الدوري. ايش انت ايش تشجع ولا شيء؟ انا الاهلي. وش تبغى؟ والله نبغى الدوري. نبغى الكاس كمان. الكاس والدوري؟ دوري زين. ايش تحفظ من اغاني الاهلي انت؟ ها؟ ايش تحفظ من اغاني الاهلي؟ ريحني مجانين، جمهور الاهلي بحبه مجانين. وفي هذه اللحظات ينهي اللقاء صالح لدرول بتعادل سلبي بين الطرفين، وهو أول تعادل سلبي. حديث الجمهور الأهلاوي الباحث عن الفوز ليلة البارحة، في الليلة التي حضر فيها كل شيء وغاب